مرحبا واضح، أنا اسمي بهار من محافظة أربيل، جنسية عراقية. صاحبة فكرة أول فري ستريت لايبراري بأقليم كردستان كلها. فكرة المكتبة أو فري ستريت لايبراري جتي بوقت تخفيض الرواتب بأقليم كردستان والموظفين بشكل عام، موظفين الحكومة. فبوقتها قعدت فكرت أنه شون الناس اللي مثلاً رواتبهم كلش قليلة وبدأوا ما يقدرون مثلاً بس يركزون على الحاجات أو الأولويات العائلة، لو مثلاً نفسهم شون هم يقدرون يشترون كتب. فجتي ببالي الفكرة أنه أكو هاي الفكرة بهواية دول. فأني قعدت سويت هواية ريسيرشات، فقلت أنه أقليم كردستان من دول المناطق اللي ما عندهم، خلينا نقول دولة صغيرة خلينا نقول، بس ما عندهم من هيك نشاطات أنه ناس يروحون هيك يعني فري يأخذون كتب، لو مثلا يستعارون منها يرجعوها، لو يغيرون الكتب اللي عندهم بالبيت. أكو هواية ناس، أنا من ضمنهم، كنت عندي هواية كتب قديمة وما كنت أقراهم، قرأتهم أوريدي، فما كنت أريد مثلاً أبقيها بالبيت. وأني فكرتي كتب مو مال أنه أخليها بالبيت بس كمنظر أخليها، لا، أنه لا، غير لازم واحد يجي يستفاد من أدها. اختارت المكان تحديداً بارك سامي عبد الرحمن لأن مكان استراتيجي، خلينا نقول كل الفئة المجتمعية تجي تزور المكان، من المدينة، خارج المدينة، الأجانب، كبير صغير، الطفل، عائلة يجيبون مثلاً أولادهم، يجيبون يلعبون رياضة، يشربون قهوة، يقعدون. فمكان خلينا نقول مور اكسسبل الكل. انواع الكتب اللي موجوده بالمكتبه اكثر شيء اجتماعيه، الكل يقدر يقراها، وبها كل اللغات، سرياني شفت هذاك اليوم، كردي، عربي، انجليزي، فكل هذول الانواع الكتب موجوده، حتى التركي شفتها. المشروع هاي مشروع صغير حاليا، واني بدي اخطط اشتغل عليها واكبرها. وصراحة جتني هواية طلبات من ناس مسؤولين، ناس عادية مثلا من العوائل يريدون باسم اطفالهم، لو من اي شخص عادي واختاروا المكان هم يريدوها. فاني بدي احاول اكبر الفكرة. رسالتي للشباب او للجيل الجديد يهتمون بالقراءة اكثر، يتعرفون على الكتب جديدة، أفكار جديدة، لأن حالياً مثل ما تعرفون أنه ناس مهتمة بأكثر شيء بالسوشيال ميديا، وهواي يقعدون على السوشيال ميديا، فمحتاجين شوية قراءة ومحتاجين يتعلمون يفكرون بغير طريقة وشوية ريلاكسيشن من الكتب اللي لازم يقرأوها.